تعالوا بقى ننتقل الى الفورس نيرف. الفورس نيرف الاناتومي بتاعه النيوكليس، برضو احنا قلنا احنا نمشي الاناتومي نيوكليار بارت فيسيكولار بارت بازيل التراكت او البازيلر بارت وانترا كافيرنس اند انترا اوربيتال بارت. نيوكليس اوف ذا فورس نيرف بتلاي ات ذا ميد برين ات ذا ليفل اوف ذا انفيريور كوليكس. تمام، هو ليه بيهيفير مختلف عن باقي النيرفز ان هو بيديكاسيت، يعني ديكاسيت اون ذا بوستيريور اسبيكت اوف ذا ميد برين تو ذا كونترالاترال سايد. زي ما احنا شايفين هو ده اللاين اللي ان جرين بيديكاسيت زي ما احنا شايفين ريليتد للانفيريور كوليكيلس. تمام، وبيديكاسيت تو ذا كونترالاترال سايد. عشان كده لو احنا لقينا عيان عنده رايت ترنر فوسي اند ليفت سوبيريور اوبليك فوسي and the left superior rectus palsy، يبقى ده عنده ايه؟ عنده nuclear lesion ضارب الثيرد نيرف كله في ناحيه والناحيه الثانيه superior rectus والليفت superior oblique، يبقى ده عيان عنده midbrain lesion او nuclear lesion. اوكي طيب الفورس نيرف palsy ده طبعا اشهر الحاجات اللي كل الناس عارفاها، عنده بيبقى البيكتشر كلينيكال بيكتشر هايبرتروبيا انكريز ان ذا اوبوزيت جيز اند ذا سيم تيلت. اوكي طيب العين ده عنده right hypertropia زي ما احنا شايفين بت increase in the left gaze in the opposite gaze وبت ال head tilt بتاعه بتزيد in the same head tilt، دي طبعا كل الناس عارفينها. طيب هل ال force nerve pulse ليه حاجات بقى specific لازم انا قاعد قدام حالة force nerve pulse ما طلعش الا بيها؟ ايه الحاجات دي؟ لازم كل حالة force nerve pulse ارتب دماغي ما اعرف هي دي congenital ولا acquired unilateral ولا bilateral وما ننساش isolated or not. في كل الحالات ما ننساش isolated or not. اوكي طيب يبقى في اي حالة superior oblique palsy please don't forget to exclude bilateral superior oblique palsy. تمام ماشي، دي طبعا الفرق بين congenital والacquired. طبعا احنا البرزنتيشن بتبقى mainly by inferior oblique overaction في حالات الacquired. في حالات congenital انا اسفه، في حالات الacquired بيكون superior oblique underaction اكبر ومore significant عن inferior oblique overaction لانه الموضوع recent لسه ال by laws لسه inferior oblique overaction لسه it did not build up yet ال overaction بتاعها، فعشان كده دايما ال acquired or recent superior oblique palsy بيكون معاه superior oblique underaction اكتر من ال inferior oblique overaction في الحالة. طبعا ال vertical fusional convergence ده عيان ال congenital عايش بقاله سنين عمال يدرب عضلات عينه والفيوجن بتاعه ان هو يسيطر على الهايبرتروبيا، فعشان كده عنده high vertical fusional convergence، لكن العين التاني عنده normal اللي هو 1-3 present diopters. الابنورمال هيد posture في الاكوار بيبقى more significant، ممكن الكونجنتال يكون العيان مش واخد باله قوي ان هو عنده ابنورمال هيد posture قوي، يعني ممكن يقول والله هو انت بتعوج دماغك على اليمين، يقول لي لا اصل انا الناس بس بتقولي ان انا تانك شويه، يعني انا دي سمعتها كتير لكن انا ما بعوجش دماغي ولا حاجه، يعني ممكن يكون مش واخد باله اصلا عيان الكونجنتال superior oblique palsy. The consequences بتاعت الحالات احنا congenital superior oblique palsy بيحصل معها epsilateral tight superior rectus syndrome والacquired غالبا بيحصل معها contralateral fallen eye syndrome. اوكي طيب الاسباب طبعا دي اسباب نبقى نقراها زي ما انا قلت لكم، دي حاله congenital ودي حاله acquired. العيان ده عنده العينه دي عندها right congenital superior oblique palsy، شايفين قد ايه right inferior oblique overaction كبير. طيب العيان الثاني ده عنده left acquired superior oblique palsy، شايفين ال inferior oblique overaction في حالات ال acquired superior oblique palsy قد ايه قليله. طيب تعالوا بقى ليه ال superior oblique underaction، دي حاله اللي على الشمال الراجل الكبير ده عنده acquired superior oblique palsy، بصوا قد ايه superior oblique underaction موجوده وباينه، دي ممكن ما نشوفهاش اصلا في حالات ال congenital، يعني ممكن حالات congenital كتير قوي ما تشوفش اصلا، يعني انا عمري ما بعتمد في حاله congenital اتكات سوبير اوبليك يعني في الاوكير موتاليتي فيها اندر اكشن ولا لا، لان هي مش هيبان غالبا، لكن بص العيان اللي عنده congenital السوبير اوبليك اندر اكشن تبقى فيري مينيمال وممكن تبقى باسد ان نوتست. اوكي طيب الابنورمال هيد بوستشر زي ما انا بقول لكم الكونجنتال ممكن ما يكونش سيجنيفيكانت، ابنورمال هيد بوستشر الاكوارد بيكون فيه سيجنيفيكانت لان العيان لسه عنده ديبلوبيا ومش قادر يفيوز وبيبقى عامل كومبنساتوري ابنورمال هيد بوستشر عنيف شويه. لو في بايلاترال كيسز الابنورمال هيد بوستشر بيكون شان اليفيشن. اوكي طيب البايلاترال طبعا سوبير اوبليك بولز زي العيان ده عنده بايلاترال تروماتيك سوبير اوبليك بولز بيكون عنده بايلاترال بيكون عنده لارج في باترن.
طبعا عايزاكم تقروا الجدول ده وتفهموه، يعني يعني بسيط ما فيهوش اي مشكله. اليونيلاترال يكون طبعا الهايبرتروبيا ان ذا برايمري بوزيشن عاليه جدا، لانه عين عندها بولسي والعين الثانيه نورمال، فبيكون في جريت هايبرتروبيا ان ذا برايمري بوزيشن. بايلاترال كيسز بتكون الهايبرتروبيا مينيمال ان ذا برايمري بوزيشن، لان التو ماسلز فيهم بولسي وبي يعني تو ماسلز ديفكتيف، فالهايبرتروبيا ان برايمري بوزيشن ما بتكونش كبيره. الفي باترن بيكون اكتر طبعا في حالات البايلاترال زي صوره انا موريها لكم. الثري ستيب تيست لسه هنقوله كمان شويه، ليه هنشوفه كمان شويه، بلاش نضيع في الوقت. الفوندس اكستوشن او الاكستوشن باي مادوكس راد طبعا بيكون في حالات البايلاترال اكتر من 10 ديجريز. دي حاله بايلاترال سوبيريور اوبليك بولسي زي ما احنا شايفين، ولارج في باترن زي ما شايفين الطفل كده، الاكس تي جامده جدا فوق وليله تحت. ودي حاله يونيلاترال سوبيريور اوبليك بولسي زي ما احنا شايفين. احنا دلوقتي مش بنقول باي اكوارد ولا كونجنت، احنا بنقول يونيلاترال ولا بايلاترال، لان الست يعني ذيس ليدي has a congenital superior oblique palsy, left congenital superior oblique palsy، عندها significant inferior oblique overaction. مش الكيس اللي انا كنت بقولها دلوقتي اللي هو بيكون فيه very minimal inferior oblique overaction في حالات الacquired cases. العيان ده عنده bilateral force nerve palsy وV pattern زي احنا شايفين large V pattern، وعنده bilateral inferior oblique overaction in the gazes as you see. اوكي okay؟ طيب العينه دي عندها ايه؟ عندها رايت هيد تيلت. علشان اشوف او يعني لو انا دخلت في عيان، لو دخلت في الان ذا اكزام على حاله، هقول والله دايما من الايت بوينتس اللي انا بعمل عليها اوبزرفيشن البوستشر، فهقول والله البيشنت باي اوبزرفيشن ذا بيشنت هاز رايت هيد تيلت. طيب عشان اكزامن الكيس اند اي نيد تو كونفيرم اكزامن بقى اوكي الموتاليتي وكوركت بقى الابنورمال بوزيشن عشان اشوف سبب الايه الهيد تيلت ده ايه. اول حاجه بعملها على اي عيان ان انا اعدل دماغه، يعني عيان عاود دماغه ناحيه اليمين يبقى بعدل دماغه ابرايت او ستريت هات. لو مش برضو لسه مش باين الموضوع بعمل دماغه الناحيه الثانيه بيبان على طول المشكله اللي مخلياه يعمل رايت هيد تيلت. اوكي طيب العينه دي عندها رايت هيد تيلت وان ذا برايمري بوزيشن عندها زي ما انتم شايفين ليفت هايبرتروبيا. زي ما احنا شايفين ان ذا برايمري بوزيشن الهايبرتروبيا بتزيد اون ذا رايت جيز برضو زي ما احنا شايفين، وبتزيد on the same head tilt on the left head tilt، فعشان كده هي عاملة right head tilt. يبقى العينة دي عندها left fourth nerve palsy. محتاجة عشان أعرف ده congenital ولا acquired، وأعرف هو isolated ولا لا، عشان أكون وصلت ل bilateral طبعا أو unilateral، عشان أكون وصلت للفول diagnosis في حالة fourth nerve palsy. طيب العيان طبعا وانا بسالهم على الهيستوري، لو عيان يونج ببقى مايند جدا بالكونجنتال. طبعا الحالات دي الكيس بتاع الفورس نيرف بولسي من اكتر الكيسز ان انا لازم ابص فيها على الاولد فاتس اوف ذا بيشنت، لانه بيبان فيها الابنورمال هيد بوستشر. يعني ساعات كثيره جدا الام ما بتبقاش عارفه ده بقاله قد ايه، وانا بالنسبه لي قاعده في العياده مهمه جدا اعرف ده بقاله قد ايه، لان انا عايزه اعرف انا هطلب العيان ام ار اي ولا العيان ده من زمان خلاص فمش مشكله كونجنتال. طبعا احنا عندنا حيل اخرى ان احنا نقيس الفيرتيكال فيوجنال اتيتيود كامبليتيود كاستربيزمولوجيست، ولكن بعض الاطفال الصغيرين بيكونوا انكوبريتيف فبيكونوا طبعا يعني بيدوخونا، فلازم تو ميك شور انه الابنورمال هيد بوستشر از ا ريسنت ولا اولد سينس بيرث. لو طبعا لو يونج برضو في حاجه تانية من الحاجات اللي الناس بتقع فيها، ان هو طفل صغير يعني كونجنتال، طفل صغير يعني كونجنتال سوبر اوبليك بولسي. طب مين قال؟ ما ممكن يكون اتخبط برضو وحصل له اكواير سوبر اوبليك بولسي، فمش معنى انه طفل يبقى كونجنتال، لا طفل ممكن يكون تروما، ممكن يكون تيومر. طبعا الاولد اكيد اكواير بس بيقدر يعبر عن نفسه ويقول لك ده بقى لي اسبوع ولا شهر فالموضوع عادي، لكن الاطفال دايما محيرين في قصه هو كونجنتال ولا اكواير، فالموضوع مش ذات ايزي زي ما احنا بنقول اه ده كونجنتال اه ده اكواير. لا sometimes بيكون الموضوع صعب، يعني it's not that easy to differentiate وخصوصا في الاطفال الصغيرين. تمام البريزنت هيستوري طبعا بسال العيان ده الانس بتاعه اكيوت ولا جراديوال ولا سينس بيرث. لو في بين هشك في جوينت سيل ارترايتس. طبعا البين هنا مش حاجه خطيره قوي لانه مفيش قصه الانيوريزم اللي احنا خايفين منها في ستيرنر فوسي، ولكن اقصى شيء يعني هتكون جوينت سيل ارترايتس. طبعا الديبلوبيا لازم اشوف، لا بسال العين شايف الحاجات فوق بعض ولا جنب بعض ولا الحاجات معوجه قدامك.
طبعا من البوزيشنز اللي انا بسال عليها العيان بيبان فيها او بتبقى فيري باسوجنومونيك فور فورس نيرف بولسي اللي هي الريدنج بوزيشن. العيان في بيقول لك انا في القرايه وانا نازل السلم انا شايف الدنيا كلها ملخبطه او مش شايف، فده تكون عارف ان هو فورس نيرف بولسي. حاجات الباست هيستوري هنسال عن الفورتيز اللي انا لسه قايلاها، وهنتشيك الاولد فوتوز اوف ذا بيشنت باي اوبزرفيشن ال 8 points اللي احنا شفناها. والله العيان عنده abnormal head posture ولا لا، عنده tropia in the primary position، منساش pupil، prescription، هل هو يعني لابس نظارة فيها prism and glasses ولا لا، في proptosis، previous scar، facial appearance، كل الحاجات دي قلناها في part 1 و part 2 والclinical applications بتاعتها. systematic examination زي ما احنا قلنا بالضبط في حالة الثيرمال فورسي، العيان في العيادة بتاعتك أول حاجة بتعمله إيه؟ بتعمله visual acuity وبتبص على pupil. pupil مهمة هنا في إيه؟ في حالات الفورس نيرف بولسي، مهمة في حالات إنه بعض الحالات بيكون sympathetic. لو إحنا رجعنا للصورة بتاعة anatomy of the nucleus of the force nerve، I'm sorry إن أنا نسيت أشرح لكم عليها، بس في relation لي sympathetic chain. فلو مع هورنر سيندروم في حالات حتى لو ايفن انترا كافيرنس، سوري انا اسفه، انترا كافيرنس بورت، لو مع هورنر سيندروم تبقى دي بتانديكيت برضو كافيرنس ساينس سيندروم. هنأكزامن الاوكيلار موتاليتي، هنسيرش فور بايلاتراليتي، هنعمل كفر ان كفر، وهنشوف اذر كرينيال نيرفز از ا ماست. الاذر كرينيال نيرفز اللي هنشوفها ايه؟ الاوبتيك نيرف، الثيرد، السيكس، البي 1 والبي 2، وزي ما احنا لسه معلقين البيبل عشان الهورنر سيندروم، علشان الفورس نيرف از فورس نيرف از ا بارت اوف ذا كافيرنس ساينس، بي باس برضو ثرو ذا كافيرنس ساينس، اند ات از فيري امبورتنت ساين تو دايجنوز الكافيرنس ساينس سيندروم. طبعا الاي او بي والفندس فور اوبتيك ديسك ديما اند اتروفي. الـspecific tests اللي احنا هنعرفها دلوقتي الـ 3 step tests، الـ vertical fusional amplitude، طبعا لو انت داخل الامتحان ما تشغلش نفسك بيه، ولا المادوكس رود، احنا بس بنقولها يعني كده كحاجة theoretical. الـ 3 step tests ده من الحاجات اللي ممكن تسأل فيها، نقوله لك دلوقتي ما فيش مشكلة. اي حالة deviation، اي ocular deviation، ممكن الجوكر اللي بيتلخبط معانا حاجتين، يا myasthenia gravis يا congenital fibrosis، لازم بنقوله في اخر differential diagnosis بس مش في الاول، لازم بنقوله في الاخر، لانه طبيعي ان انت لما بتدخل العيان او تدخل الاكزام اول ما بيقولك differential diagnosis لازم تقول الاول في most common، most serious، وبعدين most common، وبعدين least common. يعني ما يكونش مثلا least common myasthenia gravis تقوم حاططها له اول differential diagnosis اول ما يتكلم، لا ده ما ينفعش. اوكي، طيب اي حاله superior oblique palsy يا جماعه لازم نفتكر الريد ليبل دي، لازم نفتكر كويس قوي don't forget bilateral ولا bilateral ولا unilateral، congenital ولا acquired. اي حالة superior oblique palsy أو false nerve don't forget bilateral or unilateral، congenital or acquired، وطبعا isolated or not، دي مش هحتاجة خالص ان انا أأكد عليكم فيها in life or in exam. general examination بقى طبعا بريفير تو انترنت نيورولوجيست، لو انا شاكك التمبوري ارتي بالسيشن ان اولد ايج ان اولد ايج ليه، عشان جوينت سيل ارترايتس، دي حاجات كلها انت تقولها في ان ذا اكزام. 3 ستيب تيست يا جماعه، هو طبعا تو دايجنوز مش السوبير اوبليك بولسي بس، هو دايجنوز اي فيرتيكال ماسل بولسي. اوكي، طبعا بنشوف الهايبرتروبيا بتزيد في الهيت في الهيت في في الهيت تالت ولا لا، او في الجيز. انا عايزه اقول لكم ترتيبه بقى معينه للثري ستيب تيست ان يور لايف تعملها، هتكون يعني احسن من الترتيبه اللي موجوده في الكتاب، وهتخليك تطلع بالدايجنوزز اسرع. احنا عندنا ثلاث خطوات في الثري ستيب تيست قبل ما نبداه، بس هنراجع مع الناس المسل اوكي المسل، الناس بس ما يعني ما تسرحش مننا. احنا عندنا الاليفيتر in abduction right superior rectus elevator the right eye left eye elevator of the right eye right superior rectus right inferior oblique depressors right inferior rectus and right superior oblique and so احنا ممكن يكون عندنا defect في الاليفيتور، لو عندنا right hypertropia هيكون defect في depressors of the right eye او elevators of the left eye. العين دي hypertropic، هذا يعني ان العين التانية hypotropic. الهايبرتروبيك اي ممكن يكون ديفكت في الديبريسورز، طب الهايبوتروبيك اي الكونتراتر اي يكون ديفكت في الاليفيتورز، فعشان كده لازم تكون بدماغك الماسلز اوف بوث ايز واضحه. اوكي، طيب لازم نكون عارفين ان السوبيريور ماسلز ار انتورترز وانفيريورز ار اكستورترز، بس كيب ذوز انفورميشنز ان يور مايند اند ايه اند جاست كونسنتريت وذ مي. اوكي، طيب عيان عنده رايت هايبرتروبيا، تعالوا نرجع ل
patient ده مثلا انا مش فاكر خلينا البيشنت اهو العينه دي عندها ليفت هايبرتروبيا. يبقى ستيب 1 اوف ذا 3 ستيب تيست ان احنا نشوف العين الشمال هي فيها الهايبرتروبيا ولا العين اليمين، البرايمري بوزيشن الديفيشن في ايه. خلاص العين اللي قدامنا دي عندها ليفت هايبرتروبيا، هذا يعني ان ليفت هايبرتروبيك اي يبقى الاذر اي از هايبوتروبيك. يبقى المشكله يا اما في الليفت ديبريسورز يا اما في الرايت اليفيتورز. خلاص يبقى دي ستيب 1. الطبيعي ان الكتب مكتوب فيها ان انت بتنط على ستيب 2 على طول، اللي هي ايه اللي احنا نشوف الجيزز. لا خلينا مش هننط على ستيب 2 على طول، لا احنا هننط على ستيب 3. يعني بعد ستيب 1 نط على ستيب 3. ده مكتوب اللي انا بقوله. المشكله يا اما في ليفت ديبريسورز يا اما في الرايت اليفيتورز. الرايت اليفيتورز اللي هم ايه، رايت سوبيريور ريكتس او رايت انفيرير اوبليك، والليفت ديبريسورز اللي هم ليفت انفيرير ريكتس او ليفت انفير سوبير ليفت سوبيريور اوبليك مصر. اوكي يبقى العيان عنده يا اما ديفكت في ليفت ديبريسور يا اما في الرايت اليفيتور. دي ستيب 1. انا بقى هنط على ستيب 3، لان ستيب 3 بتريحني جدا جدا او من اول التست بتفهمني ده ريكتاي ولا اوبليك، ده ريكتاي ولا اوبليك من الاول. فابتدي ده بيكون يعني شورت اكسس ليها. المفروض انه القاعده انه الهايبرتروبيا لو زادت في نفس التلت يبقى ده اوبليك ماسل ديسفانكشن، يا اما اوبليك ماسل في العين سواء العين دي او العين دي. يعني ليفت هايبرتروبيا زادت في ليفت التلت يبقى ده اوبليك ماسل. يعني ايه؟ يعني ليفت سوبير اوبليك ماسل بولسي يا رايت انفير اوبليك ماسل بولسي. طيب الهايبرتروبيا زادت في الكونترا لاترال تلت يبقى الاوبليكس ملهاش دعوه، الاوبليكس از نوت ار نوت انكريمينيتد ان ذا ايشو ان ذا ان ذا بولسي. القصه كلها ريكتال، يبقى طلع الاوبليك من الايه، من الحسبه بتاعتك. فسو ما تعملش تاني خطوه الاول، اعمل على طول نط على الهيتال تيست. يعني مثلا الحاله دي العيانه عندها ليفت هايبرتروبيا وزادت في الليفت هيتال، يبقى الاوبليكس هي الانكريمينيتد، ذس از اوبليك ديسفانكشن. يعني هذا يعني ايه، العيانه يا اما عندها left superior oblique pulse. سامعني بس احنا هنشيل كله. يبقى العينه دي عندها يا left superior oblique pulse يا اما right oblique pulse، يبقى الريكتاي خرجت من الحسبه بتاعتنا تماما. اوكي طيب الخطوه بقى الثانيه هنعملها ثالث خطوه، هنبتدي ناخد بقى الهايبرتروبيا دي في الجيزز عشان نعرف هي left superior oblique pulse ولا right inferior oblique pulse. نحاول نفهم وما نحفظش. left superior oblique الاكشن بتاعها بيحصل فين؟ من ادكشن، تمام؟ فطبيعي بوس موس مصر بيحصل فيهم الاكشن ادكشن. فليفت اي ان ادكشن لو انا خدتها ان كونترا لاترال جيز الهايبرتروفيا هتزيد، لان ده الدايركشن اوف اكشن اوف ذا ديفكتيف مصر. طيب لو الهايبرتروفيا دي زادت ان ذا سيم جيز، معنى كده انه العين الثانيه في الادكشن وهي بان في زادت اكتر البولسي بتاعها، يبقى الهايبرتروفيا زادت، يبقى العين ده عنده رايت انفير اوبليك بولسي. يبقى سو الجيز في الاخر بيفهمنا، انا دي بس جايبه لكم الخريطه كده عشان نفهم قصه الجيز، بيفهمنا هل العيان ده الجيز ده بيفهمنا هي سوبيريو الاوبليك بولسي بتاعت دي ولا الاوبليك بولسي بتاعت دي. لو الاوبليك لو الهايبرتروبيا زادت ان ذا سيم جيز يبقى العيان ده عنده كونترا لاترال انفيرير اوبليك بولسي. لو الهايبرتروبيا زادت ان ذا كونترا لاترال جيز يبقى العيان ده عنده ابسي لاترال سوبيريو اوبليك بولسي. اوكي يبقى الستبس الثري ستيب تيست لو اتعملت معايا بهذا الترتيب هيفرق معايا جدا جدا، مش زي ترتيب الكتاب. اوكي تقدروا بقى تبقوا تراجعوا الحته دي وتقروها. So the positive tilt is diagnostic in oblique paresis oblique pulses right superior oblique pulse hypertrophy with increased opposite gaze and same tilt right inferior oblique pulse left hypertrophy in the same gaze and same head tilt. مادوكس رود مش مطلوب منك خالص in the exam، مطلوب طبعا من الفيلوز وكده. ممكن نبقى تبقوا تقولوا عشان ما نضيعش في الوقت. الانديكيشنز مطلوبه للعيان لو عيان كبير في السن طبعا بلاد شوجر والاي اس ار، السؤال المهم جدا في كل نيرف وين تو ايمج، وين تو ايمج. طيب اي حاله بايلاترال اكوايرد لازم هايمج، اي طفل اي طفل بس اكوايرد لازم هايمج، اي طفل بس اكوايرد لازم هايمج، اي حاله اكوايرد وخصوصا البايلاترال حتى لو عيان عنده سكر يبقى لازم برضو ايمج. يبقى هذه النقطة معناها إنه مش معنى إن العين بايلاترال وعنده سكر يبقى أنا همشيه ومش هعمله إيمجينج، ده أي بايلاتراليتي يبقى لازم هعمل إيمجينج، أوكي؟ أي تشايلد قد يكون كونجنيتال وقد يكون أكوايرد، خلي بالي قوي وأنا بتعامل مع الأطفال بتوع السوبيريو بليك بولسي لأنه ممكن يكون أكوايرد، ممكن يكون أكوايرد، أنا بعيد الكلمة دي عشان تفتكروها وتفتكروا
يعني الكلمة دي أنا برددها عليكم، إن دايما لما تقعد قدام عيان ممكن يكون أكوار، مش لازم طفل يكون كونجنت. ممكن لو تروما، لو في تروما ممكن أعمل إيمجينج. لو عيان ميدل ايج ما عندوش ريليفنت هيستوري، لو عيان مالتيبل كرينيال نيرف بولسز، اي نيرف تاني مع سوبيريور اوبليك بولسي لازم هعمل ايمجنج على طول. والحالات اللي نون ريكفرنج ان 3 مانس، مش نون ريكفرنج اللي هو يعني لازم بعد 3 مانس العيان يخف خالص، لكن ما فيش اي تطور الى الامام، ما فيش اي ريجنريشن اوف ذا نيرف، ما فيش النيرف مش بيهيل خالص، الهايبرتروبيا مش بتقل خالص، يبقى ده ممكن نعمل ايمجنج. اوكي طيب ايه الديفرنشال دايجنوستس بقى اوف فورس نيرف بولسي؟ الفورس نيرف بولسي مينلي عبارة عن inferior oblique overaction وعبارة عن abnormal head posture. فدايما فكر في differential diagnosis of inferior oblique overaction، يا إما primary يا إما secondary. هنفرقهم إزاي؟ بالhead tell طبعا test يكون positive في الحالات الأكوارد اللي هي secondary to superior oblique palsy. دي المين الفرق المين والجوهري فيهم، وطبعا الأونست. نساش الجوكر بتاع الديفرنشال دايجنوز يا جماعه، ايه؟ المايسينيا جريفيس، الجوينت سيل ارترايتس، الكونجنتال فايبروزس. الحاجه دي في اخر كل الديفرنشال دايجنوزز لازم نقولها في الاخر. اوكي طبعا اوربيتال انفلاماتوري. طيب هنقول دي اخر حاجه، وبعد كده قولوا لي انتوا عايزين تكملوا المحاضره ولا لا، لانه طبعا المحاضره انا حاسه انها تقيله، فممكن نكمل في وقت تاني. دكتور وائل بيقترحوا ان احنا نكمل في وقت تاني. طيب مهم بقى قوي الفصل دي برضو هتكلم مع الفصلي الفصل بتاعت الديفرنشال دايجنوزيس هايبرتروبيك اي وهايبوتروبيك اي. لو انا دخلت وقلت لك والله العيان عنده هايبرتروبيا، الديفرنشال دايجنوزيس بتاعه ايه؟ هقول والله الديفرنشال دايجنوزيس ان يا اما العين اليمين هي الهايبرتروبيك، يا اما العين الشمال هي الهايبوتروبيك. طيب الديفرنشال دايجنوزيس ازاي؟ انا عايز اعلمكم حاجه نعرف نفتكر بيها الديفرنشال دايجنوزيس، ومفيش حاجه تعدي من علينا. نفتكر اور 3. ايه اور 3؟ ان القصه كلها دايما ما يجي نفس، يعني نفتكر او نفكر في الديفرنشال دايجنوزيس، فكر من فوق لتحت، يعني سوبرا نيوكلير وبعدين نيوكلير على مستوى البرين ستام، وبعدين نيورو، بعدين النيرف، وبعدين نيورو ماسكلر، وبعد كده النيرف، وبعد كده المصل. اوكي لازم افكر في كده. عيان عنده هايبرتروبيا سوبر نيوكلير، في حاجه اسمها سكو ديفيشن او مثلا دي تو ام اس نيوكلير، ممكن يبقى فورس نيرف فورس نيوكلير ليجن، يعني نيورو ماسكلر مايسينيا جريفيس، النيرف فورس نيرف بولسي، المصل انفيرو اوبليك اوفر اكشن برايمري، او حتى عيان عنده دي في دي فممكن برضه اتلخبط مع الهايبرتروبيا، او عيان عنده ريستراكتيف ديسيز ثايرويد دوين مثلا اب شوت، كل الحاجات دي تبقى ديفرنشال دايجنوز اوف هايبرتروبيا. بس انا لو فكرت باي ذيس تري الدنيا هتفرق معايا جدا. طيب الاذر اي بقى هايبوتروبيك، ممكن يكون سوبر نيوكلير، سوبر نيوكلير فوز، نيوكلير فوز زي ايه؟ نيوكلير اوبليك بولسي طبعا. طيب النيرف هيبقى ايه اللي يعمل هايبوتروبيا؟ السب توتال ثيرد نيرف بولسي، نيورو ماسكلر اللي هي ايه؟ مايسيني جريفيس، المصل ممكن يكون في ايه؟ برايمري سوبر اوبليك اوفر اكشن، وممكن يكون حاجات ريستراكتيف اللي هي ايه؟ ثايرويد اوثرمالبسي، الداون شوت بتاع دوين، البراون سيندروم، الكونجنتال فايبروزس، كل الحاجات دي ممكن تكون ديفرنشال دايجنوز اوف هايبوتروبيك. سو لما اجي افكر في الديفرنشال دايجنوز، بليز يا جماعه فكروا ان اتري باترن، يعني من فوق لتحت عشان ما ننساش اي حاجه. اوكي طيب المانجمنت اوف سوبيريو اوبليك بولسي طبعا هنريفير تو ذا انترنست او نيورولوجيست على حسب انت هتشوف ايه. الايرلي مانجمنت ساعات بنعمل فرينال بريزم للناس او باترنج. طيب بعد 6 شهور الحته دي بقى مهمه تعرفها في الامتحان، ممكن تسال عنها، احنا ايه المانجمنت اوف سبيرو اوبليك بولسي؟ ان احنا نعمل انفيرو اوبليك ويكنينج بروسيجرز. طب ايه الويكنينج بروسيجرز الموجوده عندنا؟ جريدد ريسيشن او ويز انتريوريزيشن او المايكتومي. الفرق بينهم ايه؟ تكون عارفه يعني الفرق بين الجريد ريسيشن ويز انتريوريزيشن والمايكتومي، تكون عارفه، والادفانتجز والديس ادفانتجز اوف افري تكنيك. ده يعني في بعض الناس اتسالت عنه ولكن مش كتير، بس في ناس بعض الناس اتسالت عنه. طيب ده الانفيرو اوبليك ويكنينج بروسيجرز. حاجه بقى ثانيه كده ايه يعني مور سبيشاليز، طبعا ممكن نعمل سبيرو اوبليك تايتننج او بلايكيشن لو العيان عنده سبيرو اوبليك اكستند او اندر اكشن. الهرادة ايتو سيندرو بروسيدور دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن تايتنينج بروسيدور، استاينج للانتيريور ثيرد اوف ذا فايبرز المسؤولة عن التورشن،
to treat the extortion in the patient. Okay. من الآخر حالات superior oblique palsy يا جماعة. What would you do after you examine and find that the patient has superior oblique palsy? I need to take a proper history and check old photos, search for bilaterality to determine whether it is acquired or congenital. ده أنا بس بقول bilaterality is signs بتاعتها. Examine other cranial nerves, see that acquired ولا congenital. أفكر هعمل عيان ده imaging ولا لأ, and other investigations. We'll talk about your referral. This is the slide اللي أنا هجاوب بيها حالة الـ superior oblique palsy. أي حالة superior oblique palsy, don't forget the congenital ولا acquired, bilateral ولا unilateral, isolated ولا لأ. خلاص كده أنا خلصت الثير نيرف وخلصنا الفورس نيرف.